مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع شركة تراست بروبرتي العقارات التركية. نحن حاليا مدخل فيلا فاخرة تقع منطقة كوناكلي، وهي بتتكون من 4 طوابق وتخطيط 4+1، وهي موجودة ضمن مجمع سكني مع بركة سباحة وغيرها من المرافق الاجتماعية للبنية التحتية. والفيلا مثالية للعيش باسترخاء، وتقدم الفيلا إطلالات بحرية ساحرة. أما هلا خلونا نستعرض سوا الفيلا. مثل ما قلنا انه الفيلا بتخطيط 4+1، اي بغرفة معيشة مع 4 غرف نوم، وغرفة المعيشة موجودة بالطابق الاول مع حمام وشرفة. الفيلا معروضة للبيع من قبل المالك، لذلك موجود بداخلها كل ما هو ضروري لإقامة مريحة. المطبخ بهي الفيلا مصمم بشكل زاوي، بحيث تم الفصل المطبخ عن غرفة المعيشة عن طريق الباب الذي يمكن استخدامه كطاولة للطعام. بالمطبخ موجود كل ما هو ضروري من الأثاث والأجهزة المنزلية، من غسالة الصحون، الغاز الكهربائي، مستخرج الهواء، الفرن والثلاجة. غرفة المعيشة المفروشة بالكامل من الأريكة بشكل زاوية، طاولة صغيرة للقهوة، وعلى يمين المنطقة الخاصة بتناول الطعام. تخطيط الفيلا هو 2 نوم وحمام وحوض للاستحمام بالطابق الثاني، 2 نوم بالطابق الأرضي. وهلا خلونا نتوجه للطابق الثاني. الطابق الثالث من الفيلا هو موجود فيه فقط التراس، بحيث هون موجود كراسي للاستمتاع بأشعة الشمس، والتراس بيقدم إطلالات ساحرة للبحر. حاليا مع الطابق الأرضي موجود فيه 2 نوم وحمام، من هذا الطابق يمكن الوصول منه للحديقة. مزيد المعلومات والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.trustproperty.net لمشاهدة أحدث وأجدد العروض، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة يصلكم كل جديد.